مساندة الهجوم ديال المنتخب الوطني. بيريغيريتس مدرب المنتخب الوطني مواليد سنة 1954. هذه كرة جميلة، ضربة راسية، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني بواسطة بن هندة. هدف يأتي عن طريق مدافع، إذا النتيجة كتغير وكتصبح عن طريق كرة ثابتة. وكما قلت في بداية التعليق منذ لحظات بأنه بالإمكان المنتخب الوطني يسجل عن طريق الكرات الثابتة اللي ما كانش عنده حلول كثيرة في وسط الميدان. هدف 1-0 إذا لفائدة المنتخب الوطني. 26 دقيقة الآن، تلاحظوا خرجة وفي المكان المناسب المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل تمريرة. لاحظوا الإعادة، إذا المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني. فرصة لفائدة المنتخب الوطني ولكن تدخل الدفاع.